اسمي عطى برشا ستابيليتي بعد الاصابه تاع عبد المنعم الدربالي، الفونسيل عبد المنعم الدربالي، وهنا قوى الباش تمشي مع شكون تبع الكره هي كثير على النادي الافريقي. عملية هدف وبركوت غني بركوت ناحي الكره فرصه كبيره فرصه كبيره يظلي مخالفه ولا ضربه جزاء استناه قرار الحكم استناه قرار الحكم يظلي بلانتي مخالفه ما نعرفش اشوفوا عكروت ولا عكروت بينيتراسيون على اليسار قام بها يظلي عكروت يظلي ضربه جزاء ضربه جزاء تراحيو على اكسيون كان رابيد على الكلوار اليسار بينيتراسيون خرق للعاده وباس اون روتري سورتو لكن صارت الفوتو بيلانتي واضحه يعلن عليها حكم المقابله اليوم بينيتراسيون خرق للعاده كي نقول 35 فما شكون يلوم عليه سعاد الدين عبد المنسيتي وسام يحيى بالتنفيذ والبراء غيمي بيركوت نشوفوا حتى شوفوا كي كومينيك لصحابه حارس المرمى الكره كانت على يمينه وسام يحيى يهدر فرصه تكون احسن لكن يفو غلاتيفيزي لوبتيميزم سمير فو تغاليس تعرف تخدم وتقدم يفو ديزيل لاكون علاش خاطر البارح كي قعدنا نحكيو مع بيغ لوشوط نشوفوا العمليه دي والهدف وافتتاح النتيجه هدف ممتاز من بافي كونيس بعيش من عملية مخدومة مادي جمهور النادي الافريقي الكل يصفق على هدف غوميز نعرفوا غوميز هداف كبير برشا سبع هدف ليه الموسم هداف كبير نعرفوا في سانتيتيان كان ابرز مهاجم